كابتن كريم، يمكن كلمني عن كواليس اكتر، كلمني عن انتوا كجهاز فني اتكلمتوا مع بعض وقلتوا ايه، كلمني مع الجهاز الفني لما عرف ان في مساحه، يعني كلمني عن الكواليس، انتوا كنتوا بتقولوا ايه مع بعض؟ كابتن علي، جمعنا انا وكابتن احمد ابراهيم والجهاز كله قبل المسحه، ان احنا الحمد لله فرقتنا فيها عناصر كتير كويسه. ان انت تعرف تحط 12 في السكور بتبقى بالنسبه لنا ازمه، ان لعبتنا الحمد لله بتبقى كلها جاهزه وكده. فقبل ما المسحه تتعمل كنا احنا محتارين مين يطلع ومين يخش. فالمسحه دي بقى خلتنا قلنا ستوب، احنا نستنى بكره، احنا مش عارفين هيحصل ايه بكره. اللي هيطلع من ال 12 هيطلع تفكير المتجاز فني اكيد اتشل. طبعا مش عارف انا هلعب يعني منين. احنا كنا عاملين حسابات على ناس، احنا مش عارفين الناس دي هتبقى موجوده في ال 12 ولا لا. لما بلغتوا من الحمد لله النتائج كلها سلبيه بعد هاجر، يعني ربنا يا رب يشفيها ان شاء الله، واكيد باذن الله بسرعه ترجع، واكيد انتم مطمنين عليه. احساسكم كان ايه لما عرفتوا ان المسحه كلها سلبيه واللعيبه معانا؟ اكيد بقى عندنا راحه شويه قبل الجيم، بس برضو البنات لما نزلوا احنا كجهاز ارتحنا، بس هم كان عندهم نوع من التوتر. صحيح. كمان حسينا. خلينا نتكلم يعني بمصداقيه اكتر، حتى هم بيسخنوا لعيبه سبورتنج لما اتاخدت من فرقه سبورتنج. لسه بقى بكلمك، لما لسه هسألك، لسه انت واخد السؤال بعد ما هاجر خرجت. طبعا كلنا كانسانيين طبعا كلنا مشاعرنا بدات تروح ان هم كانوا بيسخنوا مره واحده، لو هاجر فضلت الفرقه كلها تبص الناحيه الثانيه ايه اللي بيحصل. صحيح. فده جو توتر كله. صحيح. فحتى هتلاقي احنا كلعيبه في الملعب مش كل واحده طلعت بمستوى، احنا حسينا التوتر جدا. توتر غير طبيعي. توتر يعني غير طبيعي، حتى مش بس على السبورتنج اللي اتاخد هاجر. لا هاجر لما اتاخدت احنا يعني مشاعرنا كلنا كلعيبه او رياضيين اتخطفنا. احنا مش عارفين يا جماعه ان هاجر برضو لعيبه كبيره جدا. انتوا عرفتوا ان عملت مسحه وبعد كده طلعت سلبيه؟ وبعد كده طلعت سلبيه تاني يوم نفس اليوم على طول. ما يعني هي دي اللي كان في خطأ في المسحة. ده الموقف ده اللي خلانا مش عارفين احنا رايحين على فين. يعني الجيم التوتر والبنات بدات خلاص كل واحد بقى مش عارف اللي جنبه ده عامل ازاي. توتر. صحيح.